محاضرة جيدة مثالية زي المغرب على سبيل المثال، نعم زي الجزائر على سبيل المثال، دي كلها أمثلة للاستقرار والتوازن في المجتمعات. وبالتالي أملي إن المنطقة العربية يعني تستطيع الوصول إلى مصالحة مع النفس تؤدي إلى استقرار، تؤدي إلى الانطلاق، لأنه العالم العربي للأسف أصبح، وما بقولش ربما، أصبح المنطقة الوحيدة في العالم اللي بيتجاذبها طيارات وحروب أهلية وتدخلات خارجية وأجنبية. الجميع يسعى مين المسؤول عن ده معالي الأمين؟ المسؤول عن ده حاجتين: اه فشل القيادات داخليا في قيادة المجتمعات للخروج من أوضاعها، ده في فشل بأشكال مختلفة وبمفاهيم مختلفة، وأيضا التدخلات الخارجية للتأثير على الدول. الأوضاع الداخلية. الاتنين دول مؤكد، يعني أي مسؤول أو رئيس العملية فلتت أو أفلتت منه هو يتحمل المسؤولية. مقتدى الصدر يتحدث عن ان هو اللي عايز يشكل حكومه باعتباره هو فاز بالاغلبيه، وفي كلام على المالكي، في كلام على الكاظم يستمر. ما هو منطق الامور يقول انه من حصل على اعلى الاصوات هو اللي يشكل الحكومه بائتلاف ما، لكن على الاقل يكلف من قبل الرئيس بتشكيل التشكيل. اتصور انه عندما تعلن المفوضية المفوضية الانتخابات النتائج النتائج الرسمية النهائية بشكلها، ويبدو انه مقتدى الصدر او حزبه سائرون حصل على الاغلبية، وهناك مكون الكردي وهناك المكون السني وهناك مكونات شيعية، انهم يستطيعوا فيما بينهم انهم يختاروا رئيس حكومة او يجددوا لرئيس الحكومة ويمضي العراق في طريقه. هل رصدتوا اي مشاكل خلال متابعتكم للعملية الانتخابية في العراق اطلاقا؟ وبعثة واحنا الجامعة؟ اصدرنا تقرير، الجامعة العربية اصدرت تقرير، وتقرير جيد جدا، وانا قرأته باهتمام شديد واقريته، واعلن هذا التقرير وأبلغ بها السلطات العراقية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة. مفيش يعني طبعا يوجد أنك تخش منطقة لإجراء الانتخابات، مكتب أو مدرسة، فتلاقي مثلا تأخرهم في فتح الصناديق ربع ساعة، أو أنه الشخص المعني كان بيصلي، أو لكن الإطار العام للعملية الانتخابية تمت طبقا للقانون العراقي وطبقا للأوضاع العراقية.